قدم لصديقه قلب غزال وجعل المرأة الحديدية تتذوق طعم الخوف، والرجل الثاني في إيطاليا اختبأ منه خلف شجرة وسط الصحراء. بوتين المجنون رئيس ليس كأي رئيس في العالم، أحكم قبضته على روسيا وأسكن الخوف في قلوب أعدائه. فما الذي فعله الرئيس الروسي؟ وما قصة حيوانه الأسود وقلب الغزال؟ إن أردتم أن تعرفوا بوتين كما لم تعرفوه من قبل، تابعونا في الدقائق التالية. فلاديمير بوتين الرئيس الأشهر على وجه الأرض، اجتمع عليه الغرب فلم يهزموه وتلاعب بهم كأحجار الشطرنج. وكانت إحدى ضحايا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث كان لها حادث شهير مع الرئيس الروسي عام 2007 خلال زيارة رسمية لموسكو، حيث استقبلها بكلب ضخم أسود اللون، ما أثار الخوف في قلب الرئيسة الألمانية، وأثار الحادث سخرية واسعة على مستوى العالم. لكن المفاجأة أن هذا الحادث لم يكن الوحيد، فما هو قادم يعد صاعقة. بعد موقف ميركل بسنوات، عمد بوتين ترويع صديقه أيضاً رئيس الوزراء الإيطالي الراحل بيرلسكوني عام 2013، مقدماً له قلب غزال حقيقي. فكيف حدث ذلك؟ أما عن تفاصيل هذا الموقف فقد كشفها أحد المقربين من بيرلسكوني في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا مؤخراً، حيث أكد أن بوتين قطع قلب غزال وقدمه إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق. علاقة صداقة جمعت الرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني، وخلال رحلة صيد خرجا فيها الصديقان في 2013، بينما كان الاثنان يقضيان عطلة في أحد منازل بوتين الريفية، حدث ما لم يتوقعه الضيف الإيطالي بحسب ما صرح به سيكيتو عضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب فورزا إيطاليا والذي يتزعمه بيرلسكوني. قال سيكيتو إن بيرلسكوني أخبره أنه تفاجأ ببوتين الذي أظهر حينها طبيعة عنيفة لم يتخيلها في مثل هذا الرجل اللطيف والعقلاني، وذلك وفق زعمه ما تسبب في حالة من الدهشة خلال رحلتهم. وروى سيكيتو كيف قبل رئيس الوزراء الإيطالي عرض بوتين الذهاب إلى الصيد حينها، على الرغم من أنه لم يلمس أي آلة صيد في حياته. وبمجرد وصولهما إلى الغابة سلم الرئيس الروسي آلة صيد لبيرلسكوني وسارا معا وسط الجليد. وعندما شاهد بوتين غزالين حث بيرلسكوني على استهدافهما قائلا أطلق عليهما مقذوفا، لكن حين رفض الضيف الإيطالي طلب الرئيس فعلها بوتين ورمق حينها صديقه نظرة رضا. بعد ذلك نزل بوتين إلى المنحدر حاملا معه آلة يقطع بها الغزال ومزقه إلى أرباع وأخرج قلبه. بعدها أمر أحد حراسه بإعطاء رئيس الوزراء الإيطالي القلب موضوعاً على صينية، وأكد أنها ستكون وجبة استثنائية بالنسبة للضيف الإيطالي. ما كان من بيرلسكوني إلا أنه اختبأ خلف الشجرة وراح يتقيأ وفق زعم سيكيتو. ورغم هذا الموقف الصادم إلا أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق دافع عن صديقه وبرر تصرفه بأنه ربما يكون عادة لصياد متمرس. ويعلم الجميع علاقة الصداقة التي تجمع الرئيس الروسي ورئيس وزراء إيطاليا السابق ومدى قربهما سوياً، حيث دافع الإيطالي عن بوتين مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما وصف بوتين قطب الإعلام الإيطالي الذي تحول إلى السياسة قبل سنوات بالصديق الحقيقي بعد رحيله في يونيو من العام الماضي.